السلام عليكم مشاهدي ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم ام يوسف. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه الصراحه رائعه، انا راني مجرباها. يعني الصراحه الانسان اللي عنده وجوه فيه داك النقط كحال وتجاعيد، الصراحه شنقول لكم على الناس، والله العظيم الا روعه، غير جربوها وما تندموش. غادي نبداو ان شاء الله. البنات عندنا هنايا القشور ديال البنان، جوج قشرات ديال البنان ديال الموز، وعندي هنا واحد البطاطا صغيره متوسطه، يعني صغيره بالقشور ديالها بكل شيء. وعندي هنا جوج كيسان ديال الماء، وعندي هنا واحد المعلقه ديال الزيت ديال اللوز. الا ما كانش متوفر نديرو اي زيت عندنا نديروه، ولو زيت الزيتون، غير ما خصهاش تخدم بالنهار الا كان فيها زيت الزيتون حيت راه كيكحل. ولا كان عندنا زيت اللوز او زيت الكوك ماشي مشكل، نديرو بها الماسك بالنهار وجهنا ونغسلو صافي. ان شاء الله غادي نبداو دابا البنات. بعد ما شعلت على الماء ديالي غادي نضيف هاد القشور ديال البنان، غادي نضيف عليه هاد البطاطا، ونخليهم ان شاء الله يطيبوا واحد 20 دقيقه ونرجع معكم. الوصفة ديالنا البنات كتجي على هاد الطريقة، خصنا نخليوها تا تنشف من الماء عاد نطحنوها ان شاء الله، بس ما تبقاش فيها قطرة ديال الماء، خصها نطحنوها ان شاء الله ونرجع معاكم. الوصفة ديالنا البنات كتجي على هاد الطريقة، خصها تكون ناشفة باش ان شاء الله باش تضرب معانا واحد المدة وما تطيحش، حيت إلا بقى فيها الماء بالضروره خصنا نستعملها واحد 3 ايام ولا 4 ايام ولا يبقى نلوحوها. ولكن الا نشفت مزيان مده ديال اسبوع ما عندها ما يوقع لها، نحطوها في الثلاجه وصافي. ان شاء الله البنات فاش نطحنها نرجع معاكم. يعني البنات درت الوصفه ديالي ان شاء الله تطحن، بعد ما تطحن ان شاء الله هي الوصفه ديالنا البنات بعد ما رجعت عندكم. الصراحه كتجي على هذه الطريقه صراحة، والله البنات العظيم الا هاد الوصفة رائعة، جربوها وكتبوا لي في التعليق. انا زدت واحد المعلقة صغيرة ديال زيت اللوز، اللي بغى يضيف الخيار يضيف العصير ديال الخيار، اللي بغى يضيف ماء الورد، يعني اي حاجة الانسان عنده متوفرة يديرها. والله العظيم البنات الا هاد الوصفة رائعة، شو كي دايره شتي؟ والله انا ندير شوية على يدي حيت انا كنصور بيدي، ما يمكنليش كيفاش ندير يعني نطبق لكم على يدي. دابا ان شاء الله ما عرفتش كيفاش ندير باش نطبقها على يدي باش تشوفوا، ولكن ماشي مشكل، هي تبارك الله الصراحه الله راه كتجي رائعه. يعني انسان اللي وجهه يعني داكين وعنده داك البقع ديال الكلف التجاعيد كتعطيهم الصراحه ما كيدوروش بالوجه، والله العظيم يعني هاد الوصفه صحيه وزوينه يعني 200% الصراحه الله. يجربوها وردوا عليا الخبر، وما تنساوناش من المشاركه ديالكم وشكرا. هي البنات بعد ما طبقتها على يدي كتجي بهذه الطريقه، وخا تبقى اسبوع في النبيره ما تخافوش منها حيت تبارك الله طيبه مزيان يعني، وما تخافوا حتى من شي حاجه، وديروها لوجهكم واحد المده ديال 30 دقيقه، وغسلوا وجهكم بالماء دافي ومن بعد غسلوه بالماء بارد وديروا ماء الورد، وغتشوفوا الفرق يعني، وغتشكروني عليها ورحموا لي الوالدين. هادشي اللي بغيت منكم وشكرا.